أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيدان لتغطية أحداث نهائي دورة التسامح الثانية هنا على أرضية ملعب التسامح. الباشا بطل للبطولة على حساب الأسطورة، يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف المشرف العام على هذه البطولة عبد الرحمن بودي. بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيدان. الله يحييك وأشكر قناة خالد بازيدان على التغطية النهائي، والحمد لله اليوم انتهت دورة التسامح الأكاديميات الثانية للناشئين اللي تحت مواليد 1416 كثاني بطولة للأكاديميات. عبد الرحمن، البطولة بمجمل عام كيف كان تنظيمها؟ كيف كان مدى البصر فيها؟ والله كانت البطولة يعني في بدايتها كانت بطولة عادية زي أي بطولات، من خروج المغلوب البطولة صارت يعني أخذت طابع البطولات الندية وخروج المغلوب، تعرفوا يعني إن حضور الجماهير، حضور أعضاء الشرف، حضور الجميع. يعني كيف شفت مباراة الباشا الأسطورة في كرنفال نهائي لهذه البطولة؟ والله كرنفال يعني معروفة هي في حوار جدا، النهايات يعني كلها تطلع بصورة واحدة، يعني إن يكون الفريقين مقفلين على المناطق الدفاعية وخطف هدف، لكن المباراة انتهت على ضربات الترجيح، ومبروك لفريق الباشا. فريق الباشا فريق التسامح طرفان المباراة الختامية، هل المباراة الختامية لقيت الرضا الكامل الأسطورة عفوا، هل المباراة الختامية لقيت الرضا الكامل والتام من الحضور ومن الجماهير ومن اللجنة المنظمة؟ والله كما هو متوقع ان المباراة هي تكون بهذه الصورة، تكون جماهيرية، حضور الضيوف، حضور الداعمين، حضور المعلقين، حضور الحكام، يعني الكل بيحضر في الدورة حق التسامح، معروفة دوراتنا في الختام هيكون ختامه دائما يكون حلو. كلمة شكرا من يستحقها في هذه البطولة. الله يشكر كل من وقف جنبي ساندني، حاب ان يكون ان الدورة تنجح، واشكر الجميع، اشكر علي هلال، اشكر عادل القشيري، اشكر احمد سليمان كان له دور في تنسيق الحكام، احضار حكم من رعاية الشباب، حكم اردني لاول مرة يكون في الحواري في النهائيات، اتى من الاردن، والحمد لله البطولة كانت ناجحة. وأشكر قناة خالد بازيدان على دعم البطولات حواري جدة وبطولة التسامح خاصة، لأن هذه المرة الثانية اللي قناة خالد بازيدان يحضروا فيها. كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. أشكر الجميع، أشكرك أنت كمستضيف لي، والحمد لله على كل شيء. شكرا لك. عفواً.